عليكم شباب، معكم هشام وحسين من موقع عنحبات.com. مثل ما شايفين اليوم عنا رحلة كتير رائعة، رحلة كتير حلوة، إن شاء الله نوصل بالسلامة. اللي ما بيعرف شباب، نحن رايحين على مؤتمر جيمز 12 موجود بدبي. مؤتمر حيكون كتير حلو، خصوصا لأنه لأول مرة بموسم أهم وقت بالموسم، من أهم الألعاب حنكون موجودين بهالمؤتمر. اكيد نحن حنكون عم نعمل فلوجز وفيديوهات اكثر واكثر، واهم شيء الجيم بلاي. نحن جايبين كل الالعاب، هيلو يعني مثل ما عم بقول حسين، اهم شيء عندنا الجيم بلاي، اهم شيء انه جايبين الاتش دي في كل اللي قد معنا، وان شاء الله بنقدر نقارن الالعاب نحطهم راس براس. شباب بدي اذكركم انه نحن رايحين على المؤتمر اكثر لنجيب لكم جيم بلاي، اكثر اهم شيء الجيم بلاي، يعني هودي الالعاب اللي هلا نحكي فيها شوي، نعم فوتكم بالجو شو حنشوفوا، اي العاب حنفوت فيها. في عندكم فيفا 13 من شركه الكترونيك ارتس او EA، كثير محمسين كثير محمسين لها، خصوصا اللي مش عامل داونلود ديمو وبحب الفوتبول، يعني اكيد يعمل داونلود خصوصا للتريننج. في كثير اشياء حنحكي عنها، حنفرجيكم جيم بلاي. اكيد عندكم بي اس كمان 2013، انه عم بيصير في راس براس بينات هول اللاعبين، فنحن رايحين لنقارن الجيم بلايز مع بعض ونجرب نفرجيكم نحن من ناحيه راينا اياها احلى. كمان عندنا هيلو 4 من 343 اندستريز، من الالعاب كمان اساسن سكريد 3، بدنا نلحق قصه اساسن كونر بامريكا، حنخبركم كثير اخبار عن اللعبه. في عندكم هيتمان ابسولوشن، عندنا كمان بلاي ستيشن اول ستارز، اللي محب الفايتنج جيمز الى اخر العياش. المحارس كانوا عبيد صوايا والياباني المبتدئين مع طير الامارات الى دبي، اتوشون الخطائرة باب رقم 23 ولا اوكي. هو هن الالعاب، يعني بدي شوي شجعكم تلحقونا على قناتنا اكيد اتحداك، على يوتيوب اتحداك، على تويتر كمان تشاركوا معنا شوي، واكيد اتحداك على فيسبوك اتحداك.com هو الفيسبوك بيج تبعنا.